أكثر من 2500 شخص جاءوا منذ الصباح الباكر لتسجيل أسمائهم والمشاركة في السباق الخيري، ولم يبخلوا بتقديم مبالغ مالية نظير المشاركة. كايرو رانرز كانت مبادرة احنا ابتدت نص ديسمبر، الناس تنزل تجري في الشارع كل يوم جمعة الساعة 7 الصبح. كانت مجموعة من 15 جارية بتأدي إلى الهاف ماراثون، يبقى هو أول هاف ماراثون معمول في القاهرة. الهدف كله من الموضوع ان الناس فعلا تبتدي تغير من عقلية الناس، تنزل تجري تكسرسايز فور فن، الصحة أفضل، يشوفوا أماكن جديدة. واهتم المشاركون بإجراء تدريبات الإحماء قبل انطلاق إشارة البدء. انطلق السباق من حديقة الماظة بحي مصر الجديدة مرا بمناطق عديدة في نفس الحي لمسافة 21 كيلومترا. والله احنا بنيجي نجري بقالنا 11 اسبوع او 12 اسبوع تقريبا، وجايين نجري النهاردة عشان تبقى صحتنا احسن. ما اظنش ان لولا الثورة كان هيبقى فيه العدد الكبير ده وبسهولة التنظيم دي. ايفنت كويس انه بيحصل في مصر، وعايزين نشجع الموضوع ده لانه يعني اتس هيلثي، وعايزين نشجع الحاجات الرياضيه دي. متابعه كايرو نزلت 3 ايفنتس فبشترك معاهم، عرفت من فيسبوك عشان انا بحب الجري، وعشان هي تشاريتي ورك، وعشان حاجات كتير. ثانك يو. خلو الشوارع من الماره والسيارات في ذلك الوقت المبكر وفي يوم عطله رسميه سهل المهمه على المشاركين. منتصف المسافه في هذا السباق، لا يزال امامنا 10 كيلومترات، ابقوا معنا، ألقاكم عند خط النهاية. وكان خط نهاية السباق هو نفس المكان الذي انطلق منه المتسابقون. والغلبة كانت للأخوين مرزوق لاعبي منتخب مصر لألعاب القوى اللذين حصلا على المركزين الأول والثاني. أتمنى أن مصر تنظم في كل محافظة سباق زي كده لتنشيط السياحة، وعشان العالم الخارجي كله يعرف ان مصر فيها رياضه. ده بالنسبه لنا افضل حدث رياضي شافته مصر من قبل ما وعنا بقى، لانه الحقيقه انه هدف الرياضه دايما بيتوه عننا. الناس متصوره ان احنا هنموت نجيب ميداليه، هنموت نجيب كاس. لا، هو الاصل ان انت تعمل ده، ان الشعب يمارس الرياضه. الفوز والحصول على الميداليات لم يكن بالفعل هو الهدف، وانما رسم الابتسامه على الوجوه ونشر ثقافة الرياضة للجميع هما الهدف من وراء هذا الحدث. رامي جبر، BBC، القاهرة.